اسعد الله اوقاتكم متابعين ومتابعات قناه شوف تيفي. مرحبا بكم، انا اليوم في هذا البث المباشر من نواحي القنيطره، عفوا من نواحي سيدي قاسم. معنا هذه الساكنه اللي كتقول بانها صعصع ديال الدوار اللي ما خلاهمش يدوزوا الطريق، مع الاسف انهم فرحانين وكيتمنوا انه الطريق تدوز. سنوات هما كيتسناو هاد الطريق تدوز، لكن جا واحد السيد كيف ما كيقولوا حرمهم هاد الفرحه هادي ديالهم، كيقولوا مجموعه من الحوايج اللي غنسمعوها من عند الناس ديال الساكنه ديال الدوار. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر، مرحبا بكل متابعين ومتابعات قناه شوف تيفي، قناه الشعب. كنتمنى منكم انكم تبارطاجيو. مرحبا بك سيدي معنا في هذا البث المباشر، عاودنا سيدي قرب منك الله يخليك. قلنا شو واقع سيدي؟ سيدي اللي وقع هو ارفع الصوت ديالك الله يخليك. الطريقه سيدي راه هاد الطريقه سيدي راه مقطوعه، راه قطعها علينا وقطعها على الوليدات، ويومين ما مشاوش قراو، وهاد الطريق مقطوعه وهي اللي مقطوعه علينا. ودابا حنا هادي شحال وحنا نتسناو على هاد الطريق هادي، ومن اللي جا قطعها علينا هو. ودابا راه الولاد البارح كانوا هنايا مرت يومين، وهو حابسهم هنايا يومين، الدراري ما قراوش. علاش ما قراوش سيدي؟ ما قراوش، الطريق قطعت عليهم. وكانت الطريق مطلوقه مين؟ مقطوعه هنا، وراه كانت السلطه كلها هنايا وكذا، وجات السلطه كلها هنا وهكاك، وما خلاهمش يدوزوا. والطريق مقطوعه، حنا محرومين من الطريق، الطريق ديما كندوزوا منها، وهادي هي طريقنا وما عندنا منين ندوز. نعم صافي، الا مشات الشركه ما بقاش تعوض لنا هاد الطريق، ما بقيناش ندوزو كاع. الى الشركه اللي مكلفه حتى هي ما بغاش، ما خلاهاش دوز حتى شي حاجه، تتعرض للشركه وتتعرض لنا وتتعرض لنا وتتعرض للشركه، ما خلاناش ندوزو. صافي دابا الوليدات راه يومين ما قراوش هنا، ويوم حابسين علينا الطريق، ما راه حنا الحباب. نعم ودابا نعم دابا حتى الحمير ما بقى يخليهم يطلعوا، كل شيء يحبسوا، حتى الزريعه ما بقينا لاقيين نزرعوها. وهاد الطريق هادي راه طالعة لولاد زيان، وطالعة الدوار ولاد زيان، وغادا الخزاونة، وهو هو سميتو عليه الخزاونة. ودابا حنا فرحانين، والشرطة جا لجودان، جا القايد، جا المقدم، جا الشيخ، وتا حاجة ما بغاو. دابا راه معرض لينا الحجر، ومعرض لينا الغبار في الطريق. والله يجعل سيدنا، الله يشد لينا في سيدنا، وبغينا العميل يجي يشوف لينا، بغينا العميل يجي يشوف لينا هاد الفرحة ديال هاد الطريق. حنا الباركين اللي شنا هاد الخير، وكنا غاديين نعم السي، كنا غاديين وفرحانين، وجا هاد السيد نكدنا، الشكوى به الله. وتا هو هادي هي طريقه، وتا هو كيطلع من هنا، وكنا ندوزو بتراكتور. نعم كنشوف سيدي، اسمح لي نقطعك، كنشوف بان الطريق غادا في الاصلاح ديالها، وهذا الشيء كيفرح مزيان كيف ما كنشاهدوا معنا المتابعين الافاضل. فها هي الطريق كانت كتصايب، بينما هاد الطريق هذه اللي كنشوفوا دابا اللي حنا فيها ما حاسه في هذيك في البلاصه، هذيك النقطه اللي كنشوفوا فيها. نعم هو كيدوز منها وكندوزوا منها حنا. نعم. ومن اللي جات هاد الطريق هذه قطع علينا كل شيء، كل شيء قطعوا، وحنا فرحانين بهاد الطريق. وحيا سيدنا. واخا شنو كتقولوا؟ دابا مشات الشركه ما بقينا نسالوا حتى حاجه، والشركه شركه فرحانه، خاصها تدوز على المتروات ديالها وتمشي بحالها. نعم. وحنا يا ربي يا ربي يا ربي الظالم يخلصوا الله. ما حاولتوش انكم تشوفوا الناس ديال الدوار والناس ديال القبيله، ما حاولتوش انكم تفهموا معاهم؟ واحد الدراري من الجوج وهو النقل حابس حتى لوحده الليل، هو مع اهل جودان. دابا تا الحمير ما بقى يخليهم يطلعوا، معرض لينا واحد الصابره، ومعرض لينا ملي كيكون داير شي واحد بالطوموبيل ديالو، كاين شي ولاد، وهو عينا ما نروبو، عينا ما نطلبو. وبالله وبالله كون كان بلادي حدايا. نعم. حدايا تنعطيه الهدايا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. هاد الشركه جات دخل لنا الطريق. نعم. الطريق عقلنا لها من القديم، استافد منا هاد الدوار وذوك الجواور اللي من ليه. نعم. اللي كنشوفوا فيهم. نعم هاد السيد تعرض لينا، ما خلاناش ندوزو الطريق، ما خلاكم، ما خلا جات الفلاطات المحليه والو ما خلاناش. دابا هاد الطريق من عقلنا عليها تنهبطوا منها، وهو اللي
ودابا في الاطار ديال الاصلاح ديالها. دابا في الاطار ديال الاصلاح ما خلاش الطريق تدخل. نعم. ودابا مستافدين منها الدراري ديال المدرسه حنايا بالكتيبه بالحديد، هذه هي الطريق الرئيسيه. نعم. نهار اللي عقلنا وانا تتشوف فيا نعدي طاكسي ما تلقاش ما نطلع. نعم. تنخليها من الناس ديال السكنه ديال الدوار. تنخليها في الشانتي بعيد ما تلقاش من هود ومن هافي. نعم. وهو تعرض لينا جبنا السلطات المحليه وما دار لينا والو، دابا تنطلبوا من المسؤولين يتدخلوا لنا في هذا الشيء. نعم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. تحية الجامعة المغاربة من طنجة للبويرة. مرحبا سيدي. ألف تحية لسيدنا. حنا خصنا عميل صاحب الجلالة على إخوان سيدي قاسم يتدخل. راه إلا ما تدخلش هذاك السيد نفسه راه يقطعوا عليه الطريق ما غيبقاش يلقي يسقي تعدل الماء. دابا حنا تنطلبوا من العميل يتدخل إلا غيعاودوا لهذا السيد حنا ما كرهناش يعاودوا ليهم ويسكتوهم باش تدوز الطريق. حنا ماشي حاقرين هاد الناس ولا داير لهم شي حاجه، دابا تنطلبوا من عميل صاحب الجلاله باش يتدخل، اما السلطه المحليه راه تدخلت، جاو الدرك الملكي، جا القايد بديهم، نعم وحتى واحد ما تصنت ليه، هذاك السيد يتسنى شي فضيحه غتموت، شي مدابيزه اللي غطيح فيها. نتسناو ان شاء الله خير ونتمنى ان شاء الله القضيه ديال الدوار. السلامه، نعم. دابا تنطلبوا حنايا من عميل صاحب الجلاله باش يتدخل. نعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. هو الشيفور. نعم. هذا الشيفور ديال النقل ديال المدرسة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. أنت من اللي كما قلتي اسمح لي قبيلة تكلمت أنا وياك، أنت كتقول لي راه السيد الدراري فرحانين أنه الطريق وهذه وكنا كنلقاو صعوبة، دابا الحمد لله هذا الطريق موجودة واللي هو خصو يكون هذا اللي كما كيقولوا الناس ديال الدوار كيقولوا صعصع ديال الدوار. عوض ما السيد أنه يفرح حتى هو معنا ويكون عطيته هو الطريق كيف ما عطاو الناس ديال الدوار ما بغاش. تفضل سيدي. السلام عليكم. أنا بالنسبة كسائق مدرسي سائق النقل المدرسي أنا كنادي عامين وكندي الدراري مع الدوار هذا. وهاد العام هذا خويا تعرض هاد السيد هذا قال لك ما خلاناش ندوزو البارح من الجوج ديال النهار وحنايا هنا تجا دخل لجودان عاد فتح لينا الطريق باش تزدنا ما عرفتش انا هاد السيد علاش عام الاول ما سداش هو العام الاول ما سداش هادي عامين والطريق كاينه من هنا باش عرفت انا كنخدم في هاد الدوار هادي عامين هادي عمره ما تعرض لينا ولكن من جات دابا هاد الشركه كتخدم لهاد الناس المسالك ديال الطرقان وهاد الشيء ما خلاناش ندوزو. واخا باش كطالبوا سيدي؟ اخويا انا من دوار اخر ولكن انا بالنسبه كنخدم في هاد نعم كنخدم مع التلاميذ ديال هاد الدوار. الوليدات وهذا راه كيتكرفصوا فوق الشتا وفوق هذا ما كيدوش من يدوزوا كاع. نعم. ايوا هادشي اللي كاين اخويا. نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، انا سائق ديال النقل المدرسي. نعم. تلقاو معاناه في الطريق هذا. نعم. بالنسبه للتلاميذ اول حاجه ملي كتكون الشتاء النقل المدرسي ما كيطلعش ودائما كنطلعوهم مع دائما كيجيبوهم في واحد الوقت اللي متاخر. نعم. حنا كنطالبوا بهذا السيد هذا انه يفتح لنا الطريق باش التلاميذ حتى هما ما يتكرفصوش باش ما تكونش عندهم واحد المعاناه. نعم. ولادو تما كيمشيو معاه. ولادو تا هما ولادهم ولاد الجماعه تا هما كيمشيو معاه. نعم. يعني حنا كنطالبوا بهذا الطريق انها تطلق. طول الامر بخير وعلى خير. نعم. اذا كيف ما سمعتوا معنا المتابعين الافاضل فاحنا اليوم كنتواجدوا بهذا الدوار اللي هو ذكروني باسم ديال الوالد. هذا الدوار العطاطفه. الدوار العطاطفه بسوء عين محمدي. كيف ما كتابعوا معنا المتابعين الافاضل فكيتمناوا هاد الناس انهم يشوفوا هاد السيد هذا كيف ما كيقولوا الصعصع ديال الدوار اللي كيطلبوه كيقولوا الله يخليك اسيدي لما نشوف معنا الحل لان الشركه غادي تسوني انهم يسيبونا الطريق لكن الحمد لله. لكن مع الأسف انت ما بغيتيش. شكرا لكم وإلى اللقاء. دمتم في رعاية الله وحفظه.